معين. اخوتي الكهرباء مقطوعة بسبب نقص المياه في سد التشرين وعدم توليد الكهرباء وارسالها الى الريف الشمالي. قمنا باصلاح الخط ما بين خط حلب الجديدة حلب واو ومحطة حريتان، وقامت مبادرة اهالي بالتنسيق ما بين النظام الغاشم وما بين الجيش الحر، وللمرة الثالثة تدخل الورشات ويتعرضون لإطلاق نار من طرف الجيش الغاشم جيش الأسدي الخنزير. ولذلك نحذر الجيش والعاملين في مؤسسة الكهرباء، إن لم تعود الكهرباء ويتم إصلاح الخط لمدة 48 ساعة ستقطع الكهرباء عن المدينة بالكامل، ستقطع الكهرباء عن المدينة بالكامل بسبب حرمان الريف الشمالي بالكامل من الكهرباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.